Jalop. بعد تصاعد وتيرة العنصرية في الولايات المتحدة ضد السود ولأن دعاة حرية ودعاة سلام رسمنا في مدينة بنش في محافظة إدلب في الشمال السوري رسمة استنكار لحالة العنصرية بكل أشكالها إن كان على العرق وإن كان على الإثني وإن كان على اللغة وإن كان على اللون بكل أشكالها طبعا جورج فلوي مات خانقا تحت قدم الشرطة نحن بمدينة بنش رسمنا رسمة تضامنية معه ورسمة استنكار للإجرام اللي صار بحقه.